فالمهم بما ان احنا بنتكلم على الالهام فخلونا نروح للنماذج الملهمه في شهر المراه، ما احنا لسه في مارس شهر المرأة المصرية وشهر المرأة على مستوى العالم. مريم طارق هي أول واحدة حصلت على عضوية نقابة المهن الموسيقية من فصول مين؟ أيوة، القادرين باختلاف، أصحاب الهمم في مواهب الأوبرا تحديدا، وأجادت عزف الأورج وبتمتلك موهبة الغنى، وده خلاها واحدة من رموز التحدي والإرادة. أيوة، مريم بتستعد الفترة اللي احنا فيها دي لدخول أكبر مسابقة لاكتشاف المواهب الموسيقية من أولادنا وإخواتنا وأهالينا القادرين باختلاف. شوفوا التقرير ده هيسعدكم. في رضاك يا خالدي لا رغبتي اكتشفت الموضوع ده وهي عندها سنة وشهرين، مقارنة باختها الأكبر منها إن هي ليه مش بتتكلم، هي بتصرخ بس. المهم يعني ما سكتش أنا وباباها وابتدينا نشوف إيه السبب، رحنا عملنا رسم مخ، أشعة مقطعية، لغاية ما استقرينا في إن إحنا رحنا جامعة عين شمس، في هناك مركز رعاية الطفولة والأمومة، بصراحة يعني فرقوا جدا، تخاطب، علاج نفسي، يعني اتدرجت معاه من البداية، يعني ده اللي خلى مريم انها تتحسن الحمد لله. انا مريم طارق، بقالي 3 سنين كده بغني في الاوبرا، بغني كل الاغاني، وحلم بكر نجحني وطلعني الاولى على مستوى الجمهورية، وبعد كده غنيت قدام الدكتور ايناس، وبعد كده غنيت قدام الرئيس، كل حاجة يعني كانت جميلة، وجدتي هي اللي شجعتني على الموضوع ده واكتشفت بيا الموهبة، وأنا فعلا يعني حقيقي كنت مبسوطة قوي. وبعد كده كان عندي مسابقة وطلعت الأولى وخدت مركز أول، جدا مبسوطة قوي. بتغيرك أيام وتبدلك أيام، وبتجيني تلاقيني مع الماضي مع الذكرى مع الأحلام. ما بقيتش عارفة أروح بقى فين أوديها إنها أنمي موهبتها دي، فواحده نصحتني مامه زميلتها في النادي مدام خديجه، يعني انا بحب اشكرها بوجه لها الشكر جدا، هي اللي قالت لي في حاجه اسمها مركز تنميه المواهب في الاوبرا. فالمهم رحنا انا وباباها، اخذنا مريم ورحنا عملنا انترفيو، اللي قابلتنا الدكتوره ميرفت فريد، اول ما غنت لها انت عمري، فام كلثوم يعني دي ما حدش يختلف عليها اتنين يعني، فقالت لا ما شاء الله طبعا، وخدتها على طول بقت السولو بتاعت السوليست بتاعت الفرقه. يعني في نفس السنه اللي احنا اتقدمنا فيها كان في مسابقه مهرجان الموسيقى العربيه، فالدكتور ميرفت برضو هي اللي قدمت لها، دخلناها والحمد لله اخذت مركز اول على مستوى الجمهوريه، وده كمان ايه يعني الفتره دي كانت هي لسه ما درستش في الاوبرا، يعني لسه ما خدتش فوكاليز، لسه ما خدتش النفس ايه، ما خدتش حاجه خالص، فالحمد لله يعني. واللي قدمت لها الجائزه الدكتوره ايناس عبد الدايم في حفله في الاوبرا قامت يعني، وابتدت بقى تتدرج ايه في الاوبرا، كل ماده بيبقى فيه مثلا حفلات، حاجات العيد الام، الحاجات الوطنيه. ضميني دوبيني غرقين في الحنان، خديني طهريني واغسليني من الاحزان. احب اغني لفيروز، احب اغني لام كلثوم، اغني الانغام والشيرين والورده والاصاله، كل جمال مطربين. بعزف على البيانو مثلا، بقول الفوكاليز وبعد كده بعزف واقول وراها الاهات. انا بقول لماما شكرا قوي بجد، تعبت معايا جامد جدا في كل حاجه انا عايزاها،
البروفات، الحفلات، المسابقات، البرنامج، فربنا يخليها بجد. مريم حبيبتي جميلة، مريم جميلة قوي، وهي فعلا بنبنية البيت، عارف الإحساس في البيت، البهجة في البيت. ناديلي شاور ليا، اهمسيلي بالعيون، تلاقيني بين ايديكي يا نغم ده في حنون. ناديلي شاور ليا، اهمسيلي بالعيون، تلاقيني بين ايديكي يا نغم ده في حنون.